الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الجزء الثاني في الرد على الأستاذة التي تزعم أن المعازف حلال وتضعف حديث البخاري، وهو لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار، ووصلنا في الكلام على السند وتكلمنا عن عطية بن قيس، وإن كانت الأستاذة تقصد هشام بن عمار لئلا ندع كلاما لأحد يتكلم بعد ذلك. ومع التعليق فقد قالوا إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب. راوي الحديث قال عنه أبو داود حدث بـ400 حديث لا أصل لها، وقال أبو حاتم صدوق وقد تغير، كان كلما دفع إليه قرأه وكلما لقنه تلقن. قال عنه الإمام أحمد طياش خفيف، رغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال صدوق مكثر له ما ينكر، وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدث إلا بأجر. ومثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع، وخصوصا في أمر عمت به البلوى. هي هنا تقصد أن تضعف هشام بن عمار شيخ البخاري، فدعونا نرى أقوال العلماء فيه. وقد وثقه يحيى بن معين، وقال النسائي لا بأس به، وقال الدارقطني صدوق كبير المحل، وقال العجلي ثقة صدوق، وقال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيى بن معين هشام بن عمار أحب إلي من ابن أبي مالك، وقال عنه مرة كيس. قال أبو زرعة الرازي من فاته هشام يحتاج أن ينزل في 10,000 حديث، وقال السخاوي هشام ثقة أمين عند أئمة الحديث. هذا توثيق أكابر صنعة الحديث من يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي، وهذا كاف في توثيقه. ثم قالت أن الإمام أحمد قال عنه طياش خفيف، ولا تعلم السبب الذي لأجله قال الإمام أحمد عنه ذلك. وسنترك الذهبية في السير يقول لما قال عنه الإمام أحمد ذلك، وهل يعد هذا جرحا أم لا. قال أبو بكر المروذي ذكر أحمد بن حنبل هشام بن عمار فقال طياش خفيف، قلت يعني القائل الذهبي. أما قول الإمام فيه طياش فلأنه بلغه عنه أنه قال في خطبته الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه، فهذه الكلمة لا ينبغي إطلاقها وإن كان لها معنى صحيح، لكن يحتج بها الحلولي والاتحادي. وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا بجبل الطور فصيره دكا، وفي تجليه لنبينا صلى الله عليه وسلم اختلاف أنكرته عائشة رضي الله عنها وأثبته ابن عباس. وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم والله أعلم. إذن فوصفه بأنه طياش خفيف ليس لضعفه في الحديث وبدعته، ولكن لهذه الكلمات التي قالها. ثم قال الذهبي وكلام الأقران يعني الذين هم في عصر واحد وتقارب سنهم وسندهم، وكان أحمد وهشام من الأقران. فقال الذهبي وكلام الأقران يطوى ولا يبث، يعني لا يعد هذا من الجرح إلا إن اتفق العلماء على تجريحه فهذا شيء آخر، وهذا لا ينطبق على هشام فقد وثقه العلماء. ونأتي إلى قولها أن أبا حاتم قال عنه صدوق وقد تغير، فكان كلما دفع إليه قرأه وكلما لقنه تلقن. وهنا أبو حاتم يقصد أنه تغير بعد كبره، والدليل ما جاء في تهذيب الكمال. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول هشام بن عمار لما كبر تغير، فكلما دفع إليه قرأه وكلما لقنا تلقن، وكان قديما أصح، كان يقرأ من كتابه. وسئل أبي عنه فقال صدوق. إذن فهو لم يتغير إلا بعد الكبر، وما روي عنه قبل الكبر والتغير صحيح بدليل قوله وكان قديما أصح. ولأن البخاري روى عنه هذا الحديث وحكم بصحته فقد رواه عنه قبل التغير، وعلى فرض أن له أحاديث لا تصح وجرحه العلماء، ونحن نتنزل لأبعد الحدود لئلا يكون لأحد حجة علينا، فنفترض أن له أحاديث منكرة، فإن البخاري كان ينتقل الأحاديث الصحيحة، يعني البخاري يروي عن فلان وفلان، هذا له أحاديث صحيحة وأخرى منكرة، فكان البخاري ينتقي الأحاديث الصحيحة ويدخلها في كتابه بعد التأكد من صحتها. وإذا لم يستطع التمييز بين الصحيح والضعيف من حديث هذا الراوي يترك الرواية عنه بالكلية، وهذا ما ذكره الترمذي في العلل
قال: سألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان، فقال: هو مقارب الحديث. قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث، وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه. وانظر إلى هذا الكلام، وهذا هو الشاهد: وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه. فانظر إلى البخاري قال: كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه. فلو كان هشام بن عمار يروي مناكير فإخراج البخاري هذا الحديث شهادة منه أن هذا الحديث ليس من مناكيره. فهل سنجد لأحد حجة يتكلم بها عن هشام بن عمار ويضعف حديث المعازف بعد ذلك؟ ثم قالت: عاب عليه أخذ الأجرة على التحديث، وقد كان هناك الكثير من علماء الحديث يأخذون الأجر على التحديث، وهذا ليس سببا لرد روايته، فمع علم علماء الحديث بذلك فقد وثقوه، وكان هناك الكثير من علماء الحديث يحدثون بأجر. ثم قالت: ومثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع، خصوصا في أمر عمت به البلوى. لماذا لا يقبل حديث إن كان ثقة؟ لماذا لا يقبل الحديث الذي حدث به إن كان صحيحا حتى لو كان في أمر عمت به البلوى؟ سبحان الله، إذا كان الحديث صحيحا فواجب على كل مسلم أن يأخذ به، سواء في أمر عمت به البلوى أم لا. واستدلوا أيضا بما روى نافع عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه سمع زمارة راع فوضع أصابعه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أستمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا، فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا. والحديث قال عنه أبو داود أنه حديث منكر. العجيب هنا أن ابن حزم صحح هذا الحديث واستدل به، فلماذا أخذت الأستاذة بتضعيف ابن حزم لحديث المعازفي ونافحت عنه ولم تأخذ بتصحيحه لهذا الحديث، وأخذت بقول أبي داود؟ سبحان الله، المهم هذا الحديث صححه ابن حزم رحمه الله، وصححه كذلك الألباني رحمه الله. الحديث قال عنه أبو داود أنه حديث منكر، ولو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم، فهو دليل إباحة. فلو كان سماع المزمار حراما ما أباح النبي لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراما لما أباح لابن نافع سماعه. تقول: لو كان حراما لما أباح النبي لابن عمر سماعه، ولو كان حراما عند ابن عمر لما أباح لنافع سماعه. وهنا نقول للأستاذة: هناك فرق بين الاستماع والسماع، فالمحرم هو الاستماع وليس السماع. فإذا جاء بالموسيقى ووضع السماعات في أذنيه وجلس يستمع إليها، أو ذهب إلى حفل غنائي يستمع إلى الموسيقى ويتلذذ بها، هذا هو المحرم. أما لو كان يسير في طريق وكان أحدهم رافعا صوت الموسيقى في مكبر فسمعها بغير قصد منه، فهذا ليس بمحرم. ولذلك وضع النبي أصبعه في أذنه ولم يأمر ابن عمر بذلك، لأن سمعها بغير قصد ليس حراما. ووضع الأصبع في الأذن هنا يكون على سبيل الندب والبحث عن الكمال وليس الوجوب. ثم نسألهم هنا سؤال: لو لم يكن حراما، لماذا سد النبي أذنيه لئلا يسمع؟ ولماذا سد ابن عمر أذنيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واستدلوا أيضا بالحديث المعروف عن غناء الجاريتين في بيت السيدة عائشة رضي الله عنهما، وكيف نهرهما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال: أمزمار أو أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإننا في عيد، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهل سيدنا أبو بكر أحرص على الحلال والحرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، هذا الحديث ليس فيه أي دليل على إباحة الغناء، بل العكس. فأولا، في الحديث جاريتان تغنيان، والجارية تطلق على البنت الصغيرة التي لم تبلغ. يقول أبو العباس القرطبي: الجارية في النساء كالغلام في الرجال، وهما يقالان على من دون البلوغ منهما. إذن فهاتان الجاريتان طفلتان لم تبلغا، هذا أولا. ثانيا، أن الشعر الذي كانت الجاريتان ترفعان به صوتهما إنما هو في وصف ما كان في يوم بعاثة من الحرب والشجاعة والبأس، يعني شعر حماسيا وليس كالأغاني الموجودة في زماننا. ثالثا، مزامير جمع مزمار مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له الصفير، ويطلق على الصوت الحسني وعلى الغناء. يعني قوله مزمور ليس مقصودا به أنه كان غناء مصحوبا بالموسيقى، بل كان مجرد غناء بالصوت بدون آلات المعازف.
رابعا أن إنكار الصديق وتسميته مزمار الشيطان هذا بناء على ما كان يعلمه من تحريم اللهو والغناء عموما، فظن أن هذا داخلا فيه وظن أنه من قبيل ما ينكر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن غناءهم هذا مباح بسبب العيد، ولذلك فمحاولة الاستدلال بهذا الأمر على حل المعازف لا يسلم لهم. وما زال للحديث بقية ونكمل في لقاء ثالث نفند فيه باقي الشبهات لنأتي بنيانهم من القواعد ولئلا تقوم لهم قائمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.